قام رجال أعمال يمتلكون مزارع البط الخاصة بهم في مقاطعة ناخون راتشاسيم في تايلاند بإطلاق أكثر من 10,000 بطة في الحقول، وذلك بعد أن أبرموا اتفاقية مفيدة للطرفين مع المزارعين الذين يمتلكون حقول الأرز. ويظهر الفيديو الذي تم تصويره أسرابا من البط الجائع وهو يندفع إلى إحدى حقول الأرز حيث توجد أعداد كبيرة من الحشرات. وقال المزارعون أنه سيسمح للبط بالتجول بحرية في الحقول لمدة 5 أشهر قبل نقلها بعيدا لوضع بيضها. ووفقا لمربي الطيور فإن الاتفاقية مفيدة لمزارعي الأرز الذين يمكنهم تقليل تكاليفهم ويمكنهم التخلص من الآفات دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، وكذلك لمربي الدواجن الذين يوفرون المال المنفق أعلى علف البط.